تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية تجري في هذه الأثناء عملية شحن 30,000 طن من مادة الفيون على متن هذه الباخرة، والتي ستتوجه إلى الدولة الشقيقة لبنان. جميع فروع سوناطراك المعنية بهذه العملية مثل مصفات سكيكدا، نشاط التجارة وشركة أستياش مجندون من أجل تهيئة كل الظروف لإنجاحها. تمت عملية الشحن بكل نجاح واحترافية في الأوقات المحددة، وكل هذا بفضل الجهود واحترافية كل العمال الذي شاركوا في هذه العملية. مادة الفيول هي أحد مواد مشتقات البترول التي تستخرج في مركب التكرير لسكيكدا، وكما هو معلوم مركب سكيكدا يعتبر الأول على المستوى الوطني، تنقل مختلف المواد البترولية التي تستخرج بهذا المركب إلى موانئ سكيكدا عن طريق الأنابيب، ومنها تشحن إلى خارج.